الحياة وناقضها الموت قدران على الإنسان وجب أن يمر بهما، وبين من يحتفل بالفرح هناك من يتألم بالحزن، خصوصاً ألم الموت، حيث توفي في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي الفنان اليمني القدير علي الكثيري المعروف بعلي الصقير بعد معاناة مع المرض في مدينة جدة بالسعودية. الصقير الذي ولد في حضرموت بدأ وتعلم الغناء فيها، لينتقل بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية ويكمل مشواره الفني هناك، حيث أصبح من أهم رواد الأغنية اليمنية بالخارج. وقد اشتهر الفنان بأغاني عدة، منها أغنية أهوى اليمنية، بالإضافة لأغنية عادوا صغير يربونا، والتي تغنى بها العديد من الفنانين اليمنيين. حسنة وحورية وأخلاق شرقية، حسنة وحورية وأخلاق شرقية، تمتاز بالرقة وسلامة النية، تمتاز بالرقة وسلامة النية. حلوة أهوى اليمانية، حلوة أهوى اليمانية، أنا أهوى اليمانية، أنا أهوى اليمانية. رحم الله الفنان علي الصقير وتولاه بواسع رحمته، وعزاؤنا في قناة السعيدة لأهله ومحبيه. إن لله وإنا إليه راجعون.